ليس من السهل أن نعترف. سوف نسأل ولابد سنجده. فلنذهب من هنا. بعد إذنك، بعد إذنك، قابلت جافير بيريز؟ الأرمل؟ لقد ذهب إلى السوق وهو الآن موجود عند بونيفاسيو. لا بأس، شكرا لك. عرفت أين؟ بالتأكيد، فلنذهب. حتى لو طلبتني من بابا، هذا لا يعني أننا سنتزوج بأقرب فرصة. من الضروري أن أتأكد من مشاعرك. هيا بنا. كيف أنتم؟ هذا هو أبي. روزاليندا، أنت هنا؟ صديقي سيخبرك بشيء. من؟ من أنت؟ أنا خطيب ابنتك سيد جابير. بالتأكيد تعلم أنني كنت بمنزلك وللأسف لم أتمكن من مقابلتك. كنت مغلقا على نفسك. مسرور لمقابلتك. تشرفت. كانت منكمشة وبمنتهى الخوف، بالكاد تجرأت وفتحت فمها. شعرت بالخجل؟ لا أظن ذلك، فقد قامت بالرد علي بمنتهى الجرأة بلحظة ما. لابد بأنك تفوهتي شيئا مسيئا. ربما بسبب بعض ملاحظاتي عن سكنها وعن عملها المزعج، شعرت بالإهانة. أنا أعرفك تحبين المضايقة. أنا مسرورة لشعورها بالإهانة، هذا ما سعيت إليه بالضبط وفعلته. علمتها درسا ووضعتها بمكانها، وربما بكت لأول مرة بحياتها وستدرف الدموع وتبقى متألمة إن لم تقم بترك فرناندو خوسيه. أتعرف أسوأ شيئا بالأمر؟ أحد أفراد أسرتها يدعى روميرو. لا بأس سيد جافير، لا أريد أن ألتقي بك فحسب، بل أريد أن أكلمك بموضوع مهم. هيا تفضل. اسمح لي أن أطلب يد روزاليندا، فأنا أحبها. حسنا إذا، وأنا موافق. أنا مستعد للإجابة على أي استفسار يتعلق ب... لا 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 بأس، إذا أحبتك روزاليندا واختارتك فلن أعارض هذا. سأنتهز الفرصة وأطلب منك بأن تسمح لي بأن أقوم بزيارتها بصفة رسمية. رائع، بإمكانك أن تزورها. أرجو المعذرة، علي أن أغادر. حتى إنه لم يعرف اسمي. أصبح غريبا آخر فترة. فليكن، المهم أنه وافق على خطبتك وسوف نتزوج. إنما لا. أجل أجل أجل، أدري عندما ترغبين بذلك، عندما يحين الوقت. اعتقدت انك غفوت. بماذا تفكرين؟ بعمري الذي ضاع وبالخسارة، فقد خسرت كل شيء، خسرت حياتي، وبإرادتي حرمت كل شيء. أنت محقة فعلا، فالسجن يعذبنا ويحطمنا ولكننا دخلناه بأنفسنا. لم أسعى لذلك، لست أنا. كيف لم تفعلي؟ لم أقتل أحدا، وعليك أن تصدقي. سوليداد، من فضلك، تريدين أن أصدق بأنك بريئة إذن؟ لماذا أكذب عليك؟ أنا بريئة. إن كانت كل واحدة منا بريئة لما امتلأت السجون بالأبرياء. ولكني لم أقتل أحدا، ولن أظل بنظر الجميع مجرمة. لم أفعل ذلك مطلقا. صدفة تكاد لا تصدق. روميرو، نفس اسم أسرتي تلك القاتلة. سأذهب إلى غرفتي بهذا الوقت. دعني أكمل حديثي ألفريدو.
معذرة فاليريا، هذه المناقشة لا تعجبني بالمطلق. لما لا؟ قسوتك مع هذه الفتاة تؤلمني. ما هذه الأخلاق يا سيد ألفريدو؟ أنت لا تعرفها حتى. قابلت مثلها لكن منذ زمن، فتاة أحبت ودافعت عن حبها. من هي؟ لا يهمك أبدا. وداعا، أراك غدا فرناندو خوسيه. أصبحت أحسن؟ أجل. تسمعي، في الغد لن أتمكن من الذهاب للمطعم، ولكني أرغب برؤيتك بالمقهى المجاور لنا. اتفقنا؟ أكيد. سأعرفك على شخص، شخص أنا أحبه وأحترمه. لا بأس. هناك دائما مفاجآت. هذا كثير. كفى، سترانا. أنا ذاهبة. وداعا. هذا لا يطاق، التقبيل في الشارع شيء مخزن. عما تتحدثين؟ روزاليندا ورفيقها كان بسيارة يقبلها. أرجو ألا تنزعج إذا كثر عنكن كلام الناس. ماذا قلتي؟ أنت الفضولية. ولكنني قلقة على سمعتكن لا أكثر. ما الخطأ بالقبلة إذا كان عاشقين؟ سعيدة لأنك وصلت، فكرنا أن نأكل بدونك. هل هناك أمر ما؟ هل تفكرين بشيء خطير؟ سوف تندهشن لما سأقوله لكن الآن. بسرعة هيا. فرناندو خوسيه ليس كما قال لي، لا يكسب رزقه من عزف البيانو. يقيم ببيت كبير مذهل، أسرته مشهورة ومرموقة، شاب ثري. أنا لا أمزح معكن، إنها الحقيقة. أمه متكبرة، سيدة راقية ومتعجرفة، بيتهم فاخر مدهش. لعلك نمت وكنت تحلمين أختي. لا 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 سيدنا، رأيته بأم عيني. فرناندو خوسيه استحبني لبيتهم لأتمكن من رؤية أمه. إنهم يملكون ثروة. لماذا أخبرك حكاية مختلفة؟ بالبداية فكر بأنها مجرد مزحة، ثم لم يخبرني بالحقيقة بعدها كي لا أفكر به بشكل مؤذن. أجل، تبدو القصة كمسلسل. منزلهم لو أنك رأيته أختي. المفروشات، الستائر ولوحات الزينة، محام يعمل فرناندو خوسيه أختي. سوف يغمى علي. أظن بأن صاحبك يبدو مليونيرا. حبيبتي خبر رائع، مبروك. هيا باركي لها فدرة. هيا. يبدو فعلا أن الأمر هذا معقد للغاية. لا أستحق الحكم الذي حكمت به، والصحافة تكلمت عني ولقبتني بأشياء، جميع البشر تدافعوا لتوجيه التهمة لي، جعلوني مجرمة، وبلمح البصر لست مجرمة، لست مجرمة. متأسفة، ليس من السهل التحكم بأعصابي. أخبريني كل شيء، لماذا إذن تحملت المسؤولية؟ بسبب رجل، فقد كنت حقا أحبه وأهواه برغم أنه لا يستحق. مبروك روزاليندا. أتعلمين؟ أنا متلهفة لمثلك.